أيام ورمضان على الأبواب. كل سنة طيبين. أنت طيب. وبرضو أنا بعتبرهم كده أربعة بنات سؤال كل سنة لازم يكون لهم بصمة في رمضان. طبعا. ويوفروا السلع الغذائية والملابس بأسعار مخفضة لدرجة أن التجار وبعض أصحاب المحلات مفروسين منكم. حقيقة بجد. قولوا لي بقى هتعملوا السنة دي، وخصوصا احنا اليوم السابع كان لنا انفراد السنة اللي فاتت معاكم. السنة اللي فاتت وكان المعرض كان حلو جدا الحمد لله، ولحد دلوقتي الناس بتسألنا عن المعرض بتاعنا اللي جاي. طبعا الناس بتسألنا ده يعني مستنيانا، فده حاجة بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا. مش عارفين اللي هو بنفكر ايه اللي هنعمله بقى للناس السنة دي. فبقالنا فترة عمالين ندرس ونفكر ونتقابل. فعلا مشهور والله بكراستنا. اهم حاجه الكراسه، اهم حاجه الكراسه بتاعتنا عشان نكتب ايه اللي هنعمله خطوه خطوه ستيب باي ستيب عشان نبقى عارفين احنا هنعمل ايه. يا ترى يا آية السنه دي ملابس ولا يميش ولا لا؟ هو بتاع رمضان بيبقى التركيز اكتر على المواد الغذائيه واليميش وحاجات رمضان، زينه رمضان، اهم حاجه الفوانيس. انا لازم حاجه رمضان والفوانيس، العصاير، الرز طبعا، شركه السنبله دايما مشجعانا بصراحه. فدايما بيبقوا يعني لازم اهم حاجه عندنا في المعرض بتاع رمضان كده السلع الغذائيه، نوصل لهم السلع الغذائيه باسعار اقل من بره. اقل طبعا على رهان أقل. وطبعا كل الناس عارفه تيم جاليري التخفيضات بيتحدى اي حد. طب انتوا اقل من بره بقد ايه؟ كام في الميه مثلا؟ لا كم في المية دي ما اقدرش اقول لك، لان احنا مش شكل واحد متفاوتة. يعني مثلا انا عندي ملابس قطع عندي مثلا بتبقى مثلا سيام بخمسين جنيه، لا بره بلاقيها بمتين وخمسين. وانا ادي كلمتي اماكن بتبقى شارية معايا من نفس المكان اللبس، انا حطاها مثلا القطعة بخمسين جنيه هو حطتها عنده بمتين وخمسين جنيه. نادي عندها ايجارات وعندها انت مش فاهم القدر صراحه، بس احنا برضو اسعارنا حقيقي بتبقى قليله جدا. بيجامات الاطفال مثلا بره ب 180 جنيه تلاقي عندنا ب 65 جنيه، ونفس الخامه نفس الماركه نفس الاسم نفس المصنع نفس كل حاجه. انت متخيل الفرق؟ فلوس رمضان فانوس رمضان علي محمد صلاح حديد ولا كل حاجة من اول الخشب موجود دلوقتي وخشب؟ ايوه طبعا احنا معانا، بس مش هينزل الا في المعرض ان شاء الله. صالك يا اروبا. طبعا لازم نبقى كده مفاجئ. طب انا عايز واحده احنا الايفنت تعالى معانا. لا انا عايز دلوقتي. نعم طبعا الايفنت بتاعنا اسمه رمضان جانا اثنين، موجود على الفيسبوك والبيج بتاعتنا اسمها جاليري التخفيضات. هتلاقوا عليها كل المعروضات اللي هتبقى موجوده في المعرض بتاعنا. هيبقى طبعا الفوانيس والسلع الغذائيه، وهيبقى معانا شركات سياحه بعروض للعيد كمان. خلصت امتحانات عايزه تتفسح طبعا. شوفي يعني احنا بنفكر في الاسره المصريه كلها. في رمضان اول يوم رمضان انا مدرسه ثانوي، اول يوم رمضان اخر يوم في امتحانات اولى وثانيه ثانوي والكليات بقى، فكل عايز بقى يتفسح ويخلص بقى من دروس ومذاكره طول السنه، فاحنا موفرين لهم. هيبقى معانا شركه سياحه باسعار 100 واماكن سياحيه زي الفل. كمان بنشجع السياحه اهو. اي خدمه سياحه داخليه طبعا. ده انت عروبه سياحه داخليه. كل سنه طيبين وحضرتك هنتابع معاكم ان شاء الله. بس استاذ محمد حضرتك معانا كل مره بكل انفراد، هيبقى معاك ان شاء الله، لان انت دايما يعني بتشجعنا. عايزينك تتابع معانا في ان شاء الله. هيبقى يوم الحد هيبقى كام؟ خمسه مش عارفه. هو احنا 9 و10 9 الاربع يوم الحد قبلها هيبقى عندنا كامبين في الاوقاف قدام محل احمد مصطفى للنظارات. هيبقى في الدعايه بتاعتنا عشان تشرفونا ان شاء الله في صنعاء، تعرفوا اكتر على الحاجات اللي هتبقى موجوده في المعرض والحاجات اللي هنقدر نوفرها لكم والعروض والحاجات دي. احنا كمان بنعتذر ان الرابعه بتاعتنا مش موجوده، بس عندها حاله وفاه. اميره عندها حاله وفاه بس هتكون موجوده معانا. احنا موجودين اربعه في التيم معانا ان شاء الله في الكامبين.